التي تمثل الجد والأم والزوجة والأخت بإعطاء مكانتها التي تستحق في المغرب. أيها الحضور الكريم، الكلمة لرئيسة الكتابة الإقليمية لجمعية النساء الحركيات الأخت نعيمة أبو المكارم. هنا طوال هذه المدة قد راهن في مساره النضال على إشراك النساء في معركة التحول الديمقراطي ببلادنا. سكانه من نساء فإنها تمثل دلالة واضحة على أحقية المرأة في ولوج هذا المجال من بابه الواسع، وانطلاقا من قراءة تشخيصية لعلاقة النساء بالأحزاب السياسية يتضح بأن المرأة ظلت مغيبة في الأجهزة الحزبية بل حاضرة بتمثيلها محدودة رغم تواجدها الفاعل، فقد حان الموعد أن تمثل المرأة في الحقل السياسي وأن تضع معايير موضوعية لتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وكافة مواقع القرار. وعليه فإن تنظيمنا النسائي ووعيا منهم بجسامة مهامه النضالية في الدفاع عن مطالب النساء في كليتها يعتبر مبدأ المساواة يؤسسه التمتع بالحقوق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وعلينا أن نواصل ونلتزم بانتزاع المزيد من الحقوق وتفعيلها على أرض الواقع، وهذا يتطلب منا الانخراط والتعبئة لمواجهة كل تحدي أساسي للنضال من أجل قضايا النساء التي تشكل عمق القرار المجتمعي. وأخيرا فإن هدفنا هو مشاركة أوسع وأمثل للنساء في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لبلادنا، فمشاركة المرأة في الحق السياسي دعامة وتطوير المجتمع المغربي وتقدمه، ولا ديمقراطية بدون مشاركة فعالة للنساء. وأصدق الكلمة لأخواتي وشكرا على المرأة مرة أخرى. والكلمة الآن مع الدكتورة فاطمة الكحيل. الإخوان والأخوات، أيها الحضور الكريم، في البداية وبصفتي عضو المكتب السياسي أود أن أبلغكم تحية خاصة من السيد الأمين العام حنك عكسر. تحية خاصة لنساء مناضلات حركيات في هذا الإقليم العزيز، والذي صادف ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك. والحجاج الميامين يستعدون للصعود لعرفات رافعين أيديهم بالدعوات لهم وللأمة الإسلامية وللأمة المغربية ولصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. إذن هذه الأجواء التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نجتمع فيها اليوم في هذا اليوم المبارك السعيد ما هي إلا بشرى خير لحزب الحركة الشعبية انطلاقا من هذا الإقليم، إقليم الفوسفات، إقليم التنمية، إقليم النضالات، إقليم النساء والرجال المحبين للوطن. ولا يمكنني أن أختم كلمتي هذه الذي وصى الأمين العام بتأكيد بالدعوات لكم بالنجاح في أشغالكم بالتشكرات لسيد المنسق الإقليمي الذي سهر على نجاح. الآن الأخت خديجة أم البشائر الرئيسة الوطنية لجمعية النساء الحركيات فتتفضل، واسمها اسم على مسمى، هي بشرى إن شاء الله للمرأة المغربية. أنا اليوم نجي سعيدة بهذه الفرصة اللي
نوجه له احد شكراتنا على مشاركته معنا اليوم لاقلال منظورنا للقوانين الانتخابيه من حيث جودتها ومضمونها، بما يضمن تعزيز المشاركه السياسيه والتمجيد للمراه في مؤسسات المنتخب. هي مرأة مناضلة، مرأة وطنية،
مرأة تحب الوطن، تحب المصلحة العامة. لهذا قلنا بأن احنا في إطار هذا اللقاء اللي كنعتبره لقاء تواصلي بالدرجة الأولى، وكذلك لقاء لنستعد مستقبلا خصوصا في الأشهر المقبلة اللي فيها واحد المجموعة ديال الاستحقاقات الانتخابية. غادي نحاول في هذه المداخلة اللي كنعتبرها مداخلة متواضعة أن أركز على ما هي القوانين اللي كتعطي للمرأة وكتعطي واحد المكانة خاصة للمرأة للمساهمة في الانتخابات. كنعرفوا حنا بأن دستور 2011 اللي صوتنا عليه جميعا إجماع المغاربة التحية والإخلاص. إذا غادي نفتحوا باب النقاش باش تكون عندنا مقاربة تشاركية باش نسمعوا لكم من بعد الأخت فاطمة كين اللي غادي تعطينا التجربة ديالها أنك تسير الشأن المحلي. هذا نموذج للمرأة الحركية، المرأة المناضلة، السواعد ديال هذا البلاد، غتعطينا تجربة على الحياة ديالها. مورا غادي نفتحوا باب النقاش باش نسمعوا لكم. ما نكونوش واحد المجال ولا واحد الشأن ولا واحد المهمة كتخاف على راسها ما تنجحش فيها، وكدير كل ما في جهدها باش تنجح وتأديها على أحسن وجه. وهذه واحد الحسنة عطينا ربي الله سبحانه وتعالى الميسر في كافة المعبر. والدول اللي تقدموا كلهم تقدموا لأن المرأة شاركت في القرار السياسي وترشحت وانتخبت وناضلت ودافعت، لا في الجامعة ولا في القروية ولا في البلدية ولا في جميع المجالس المنتخبة. اليوم كيف قلت لكم في الأجواء المباركة سخرنا الله باش نكونوا ضيافة رجال ونساء البلاد اليوم في الخطة.